لطيف. هلا هذا كله حساب ابو جوداد. شايف الشوفي شايف؟ لا لا لا، معناته قصته لازم يلتقى لحلوه يفحط حده. كل يوم رايح جاي بياخذ اغراضه من عندي مني وبيقلي سجل على الدفتر، لك ما عم يدفع مصاري. وتعال له لابو قاسم ما بيطلع بايده شيء، هو ما طلع بايده طلع سعيد من الكركون. شو رايك نقول لابو عصام؟ لك الله يعينه الثاني. تهدي يا معروف، اطيب من لحم الديوك يا معروف. السلام عليكم. طب راسك مغلف؟ ما ترد عليه، شو مالك سامعه؟ سمعان وما بدي رد. نقيلي شوي لكان مأمرين. راسي. جيب معروك عالبيت اخي؟ لا اخي ما بدنا. لكن مو من عند هذا الزغبي. اخي شو بيعرفني؟ اسال ابوك. المعروكات اللي بين مهرشا. عصام كسف راس الحريم يا حبيبي. شو لك يا حيف؟ عليك يا حيف والله لندان ما سووها والله. لك هذا هو كبيرنا وعم يسوي هيك؟ لا عتب على الصغار يعملوا اكثر من هيك. يا عيب الشوم بس، يا عيب. اي والله يا عيب الشوم. ومن الحريم؟ من حارتنا؟ لا مبين عليه الغربة. يا لطيف على هالعيبة يا لطيف. فاتي لبيت جيران ابو سمير الحمصاني الله يرحم ترابه، لكان هلا بانت وانكتب المستور. انكتب المستور. شو في خاني؟ شو في؟ وين الحكي لو شحاب؟ خليه يشوف هالبلاوي وين؟ شو في خاني؟ يعني الحريم الحارتي؟ أنا متأكد أكيد، وبالعلامة بحطون وعرفت وين فاتوا، بس ما حبيت أفضح الأمر. شنو هن؟ لك والله ماني مصدق. أبو عصام اللي سواها؟ هاي الشغلة ما بنسكت عليها عقيد. معلوم، لازم ما ينسكت عليها بنوب. شنو هي شغلة عرض، والعرض غالي كتير عقيد كتير. أنا ما رح أسكت. لم رجال عقيد، لموا على السريع. ولك أنا عرفت كل شي عنك، بس ما كنت عرفان إنك مخبى بأوعيك. لك الحارة كلها كانت مغشوشة فيك وأول هون أنا، بس من يوم ورايح رح أعرف شغلي معك يا قليل الشرف يا حيف عرجال. بس عمي
وينو أبوكم؟ ما بعرف عمي، ما بعرف. ملاقيه بالبيت؟ ماشي. قوم نسكر الدكان عصام. منيح اني ما وطيت راسي له، والله بعد اسمه ما تبهدلنا مره تانية، بس انا لازم ما سكتوا عليها. شو صاير لك يا ابو حسام؟ شو يعني ما راح تقولي لي شو سويت؟ عود اخي بشير، عود عود. يعني راح تحكي؟ يا عدنا احكي يا ابو عصام. انت بتعرفني منيح يا ابو بشير، بتعرفني لما ما بتعرفني. انا بعرفك منيح ابو عصام، بس حابب اسمع منك الحكي. بدي لك علي يا ابو بشير، هلا هذا سر، سر ولازم يضل بيناتنا. ايه كل هالقد الشغله بدها واحد كتومي؟ اي والله. انت بتعرفني منيح ابو عصام، انت اخ لي وسرك سري، احكي. انا مشان هيك رح اقول لك. طبعا عود عليك، والله نحكينا عليه بالعاطي ما بيطلع من تمنه. نحن لازم نفهم السبب ما نتسرع بالحكم عليه. يا اخي شو بفهمنا شو في بداخله؟ عم نشوف بعيوننا. حسبي الله ونعم الوكيل. والله شغلي بتفجج الراس يا رجل. إذا هيك ما عليك لوم يا أبو عصام، ما عليك لوم. هلا ريحتني، أشهد بالله ريحتني، لأنه كنت ظالم فيك. ما مشكلة ما مشكلة أبو بشير. المهم هلا أنا بدي إياك تضل واقف جنب مني لحتى يرجع عقيد الحارة أبو شهاب ويعرف كل شيء وعلى حبته. لا يا أبو عصام، أنا ما راح أتركك لحالك بنوب، ولو أنت مثل أخي أبو عصام. تسلم تسلم. يلا ابو عصام خذ لي طريق. يلا يلا خذ طريق، خذ طريق يا ابي. شرف عمي بشير. يلا يلا. يلا يلا. ابو عصام يطلع منه كل هالعمايه؟ يا بشو معلش وقليل ناموس. وعم يقولوا انه حاطت عينه على مرت الحمصاني الارمله المعتره، وقال بده يتجوز غصب عنا. عمي ابو عصام ما بيساوي هيك، واللي حكى عليه كذاب من كذاب. خرسي وليه، ما في دخان بدون نار. وانا ماني مصدقه يا عمو، ماني مصدقه. ان شاء الله عمرك ما تصدقي. شبه بنتي قلت لي حمى عليها، رح يطق قلبها من البكى على جوز عصام. لك مو الحق عليكي؟ مو انت اللي نزعتي شغل ام عبد الله بالبزقه تبعي؟ لك قلت لك ما كان قصديه. ما كان قصدي؟ اي بليكي بحمى، شلون بتشتغلي من جونك؟ المهم هلا شو رح نساوي مع مقصوف هالرقبه عصام؟ ولا شيء، الحمد لله اللي طلق لك يا هلك. يلا. لا هلا صار بدي اياه ينزل بالحاره مثل ما نزل ابوه. وشو بدك تساوي لك مقوصه؟ بدي عيد عمل ام عبد الله. انا ما دخلني. امزكي مشان الله، بدي تروحي لعندها وتشرحي لها شو صار. قلت لك انا ما دخلني. يو عم اقول لك مشان الله. أمري لله، رح أروح بس مو مشانه، مشان هالمظلومة لطفية. Thank you.
افعال وتصرفات. لك هذا اسمه مس عرضها. والندالي؟ لا، ندالي ما بيعرف ابو عصام، والندل هو اللي بيقول عنه ندل قبل ما اسمعه مني شو بدي اقول. يعني شو بدك تقول عنه؟ انه مو بقصده ولا ما له عرفان وكشف؟ لا تسحب اسمع ابو عليك. لا وعم دافع. قلت لك اسمع. امرك عقيد امرك. هات لشوف شو في عندك ابو بشير. انا هلا كنت عنده وعرفت السبب. القصه وما فيها انه في حرمه كانت عم تاخذ من عنده اغراض، اخذت الاغراض وراحت بدون ما تدفع مصاري بعد ما سرقي، وفجاه شاف وحده بالحاره داخلي تشبهها تمام، ركض بفاها، قامت هربت منه، فكرته واحد ازعى، اجى بده يسالها، قام كشف الغطاء على راسه وبين وشها. بس ما له حق يسوي هيك مع الحريم، قد ما كان حق الاغراض، ما بيسوي شعره بالراس حرمه مستوره. معك حق ابو النار، والله معك حق، بس الحرمه اخذت بثلاث ليرات ذهب، هذا غير اللي سرته من الصندوق. لك ايش تمساح؟ هي لا بتتصدق ولا بتنزل براس واحد فهمان. ابو غالب فتح عينك، ها؟ انت واقف حارتنا واللي عم تتهمه بالكذب هو سيد الحارة وكبيرة كمان. انا مو قصدي. اسكت ابو غالب. امرك عقيد امرك. بفهم من كلامك انه ما كان قصدها؟ اعوذ بالله، الحارات كلها بتعرف مين هو ابو عصام، وانت بالذات بتعرفه انه ما عنده هيك ندالي. بس سيد عمره كثير كبير يا بشير، كثير كبير. شبنا ابو النار، ما قلنا لك شو السبب؟ كل ما انه يفوت لمثل حمصاني بلاقي الحرم كركبي، ايش هو العزاد؟ انا برايي ناجلها، خلينا نمشي. يلا احسن امشي. يلا هالمره راح مرقك، لا اعتبرها غلطه صغيره، بس ثاني مره ما راح تشوفوني الخير منك. سلام. ايد سلام ابو النار. ما عم صدق يا حسين، ما عم صدق. يبعث لي حم عليكي، والله ما صدقنا اللي صار، ونحن الكل بنعرف اخلاق ابو عصام، بس هي شغله مرت الحمصاني اكدوا لي اياها نسوان الحاره. وشو بده منها؟ شو بده؟ عم بيقولوا انه بده يتجوزها. الله يهدي إلهي، دغري نسي عشرتي. لك الله يسامحه باعك. قال يا مآمنة بالرجال مثل المي بالغربال. لك هذا اللي ما كنت عامل حسابه، هذا اللي ما كنت عامل حسابه. والله بستاهل بدري، والله بستاهله.